وخلال جلسة المجلس اليوم رفعت معالي السيدة فوزية بنت عبد الله الزينن رئيسة مجلس النواب أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر، وإلى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وإلى شعب مملكة البحرين بخالص التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. وعقب الجلسة أدلى سعادة المستشار راشد بونجمة أمين عام مجلس النواب بتصريح شمل على أبرز ما دار في الجلسة من مقترحات ومشاريع واستعراض لأسئلة السادة النواب وردود الحكومة الموقرة عليها. وقد ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019-2020، حيث قرر المجلس الموافقة على مشروع قانون الميزانية وإحالته إلى مجلس الشورى. وفي بند ما يستجد من أعمال، وافق المجلس على إصدار بيان إشادة بنتائج الزيارة التي قام بها حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه إلى كل من جمهورية هنغاريا وجمهورية فرنسا. الميزانية العامة أتت بتوافق مع التوازن المالي، وتم التركيز على ترشيد المصروفات وزيادة الإيرادات الغير نفطية. ناقشنا في اللجنة المالية عدة أمور، وأهمها كان مدى توفير مبالغ لدعم المواطن ذو الدخل المحدود لمسايرتهم للمرحلة المقبلة. تقدمت بسؤال لسعادة وزيرة الصحة عن توفر الأدوية ومراقبة الأسعار. نطمح من هذا السؤال أن نضع نقاط معينة. يعاني المواطنين من عدم توفر بعض الأدوية ومن غلاء بعض الأسعار للأدوية الموجودة في الصيدليات. جلسة مجلس النواب اليوم احتضنت ثلاث مشاريع بقوانين من لجنة الخدمات، كانت تتكلم عن موضوع الاستبدال أن يكون بالطريقة بالشريعة الإسلامية، فكان للقطاع الخاص وللقطاع العسكري والقطاع الحكومي. كانت الموافقة أن احنا نمر المشروع على أساس أنه يكون بالطريقة الإسلامية، أنه هو يفتح خيارات حق الناس اللي ما تقدر تأخذ بطريقة الاقتراض بالفوائد الربحية اللي موجودة في المملكة.